ما إن انتهت العمليات العسكرية ضد داعش الإرهابي في الأنبار قبل 8 سنوات، حتى خلفت دمارا للأراضي الزراعية بلغت نسبته 100%. آلاف الدوانم خرجت عن الخدمة الزراعية ولم يستطع أصحابها زراعتها حتى الآن لعدم دعمهم من قبل الجهات المعنية أو تعويضهم لما خسروه بسبب الحرب. الأراضي التي تضررت محافظة الأنبار، المحاصيل الزراعية كلها ضررت تقريبا 100% ضرر، وما خاصة بزمن دخول داعش للمحافظة ضرر 100%، والفلاح اللي رجع إلى تقريبا تحت الصفر. المحافظة الأغلبية استلمت مال المبالغ، وإحنا لحد الآن محافظة الأنبار لحد الآن المبالغ ما استلمناها المرصودة، هي حتى الفلوس مالتها مرصودة يعني موجودة. ما أعرف ناشد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة بإطلاق التعويضات، لأن المحافظة جاية تمر بأزمة. الفلاحون هنا في الأنبار يطالبون بإعطائهم قروضا زراعية فضلا عن إعفائهم من تسديد المبالغ المترتبة عليهم قبل حرب داعش لكونهم فقدوا أراضيهم، فضلا عن دعمهم بالأسمدة والمبيدات لغلاء أسعارها التي تجاوزت 1.5 مليون للطن الواحد. نحن فلاحي محافظة الأنبار قضاء الرمادي تحديدا، الآن الفلاح هو المتضرر الوحيد في مناطقنا الزراعية. فلاح مر بعمليات إرهابية، الحلال ما راح، الزرع ما انتهى، المشاريع الرواية تكسرت، لأن الإرهاب عمليات عسكرية أنهت الفلاح. نطلب من السادة أعضاء الحكومة المحلية في الأنبار أن ينظرون نظرة عين عطف وأبوي إلى فلاحنا العزيز. فلاح هو اللي ينطي السلة الغذائية، هو اللي ينطي قوة الشعب له. ومن أجل النهوض بالقطاع الزراعي في الأنبار، يرى متخصصون ضرورة دعم الفلاحين بأجهزة الري الحديثة وزيادة الحصص المائية لهم من أجل زيادة مساحاتهم الزراعية لعودة إنتاج المحاصيل إلى سابق عهده. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة.